الدري طاح في الرياضة طاح طيحة عادية، راه ماشي شي طيحة كراف اللي غتقول اللي غيموت فيها. عافية بقى الدري مني طاح بقى مشرد في المدراث، عيطنا لوبيرونس شي نص ساعة بقى ما جاتش. مني جات صافي طلعناه لومبيلونس ما داروا لي والو، داروا الاكسجين صافي. وصلنا للمنصور، مني دخل المنصور، دخل المنصور فرم لي مني دخل وكدوك لي براوش ديك براوات ديالاش الله اعلم. قالت لي برا هنا برا في ظهره ما خلاتش ما دارت. سولت انا راكش معانا اللي مشيت معاه، سول الطبيب قال لي راه ما عنده والو، قال لي راه مقصح انا غنديروا لي الراديو صافي. انا مشيت للدار قلت للدراري راه ما عنده والو صافي. طمن الدراري قلت لي فلاشي كانت صدام كيقولوا ماش او تدير خلينا في صح صحيح ما فيه والو. شي كيقول تسمع كتسمع ماش باش مات الله اعلم. طاح في الرياضه، طاح تحت من الناس درو في الرياضه. ملي طاح هزوه كيكشكش عينيه تقلبوه، هزو الدري داروه في واحد البيت ديال الحارس ديال العساس تما سدوا عليه، ما كاينش حتى الاكسجين من يتنفس. وقال لا ما خلاو حتى شي واحد يشوفو صافي. الدري بقى تما، لومبيلونس كتعطل ديما كتعطل، وملي كتمشي على قبل شي حاجه للاداره ما كيخليوكش تهضر على حقك، وكيقول لك حنا ما عندنا ما غادي نديرو لك. بغيتي في المدرسه وخرجت لك كشكوشه في المدرسه وكيبغيو يهضروا على شي حاجه، كيمشيو يشوفوا بنادم واش مخلص لاسورانس ولا لا. ما كايناش الانسانيه بزاف هادشي بزاف. دري ظريف بزاف، ظريف بزاف ومؤدب داك الدري، عمرنا شلنا منه شي كلمه ديال العيب. كان بخير الدري داخل سوق راسو، كان بت معاه في الدار ديالو ما دينيش. نهار في الصباح مشينا قرينا دوزنا فروض مزيان الدري عادي. ما كان فيه حتى شي مرض لا حتى شي حاجه. في العشيه مشينا الرياضه، خويا كان عندنا فرض غادي. الدري ما واكل حتى شي حاجه، ما واكل حتى شي حاجه خايبه. قال لك هو مخدرات، ما واكل حتى شي حاجه عادي. عمرو هو جرب حتى ديك المخدرات، عمرو جربهم. دخلنا كان عندنا فرض، الدري غادي فهمت يلبس حوايجو غيدوز الفرض. جرى المره الاولى قيد ليه الوقت شحال دار، كاين خصك تجرب جوج المرات، عاود المره الثانيه هي السيف فاش غيفقد التوازن ديالو في الاخر طاح. دايرين واحد الدريجه خويا في ديك الرياضه باغي يقتلوا عباد الله، ما عرفتش كيفاش كتجري قدام كرياش كي غتجري. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحه وتريد ان تروج لها؟ هل لديك مؤسسه، محل، بضاعه، خدمات، وكاله سياحيه او علامه تجاريه وتريد ان تروج لها؟ إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.